رجل يقول: زوجتي مصابة بكثرة السهو وضعف الذاكرة، وهذا يسبب لي مضايقات كثيرة، وقد غضبت بسبب هذا غضبا كبيرا، فقلت لها: علي الطلاق بالسلاسة، إذا قلت لك على شيء ولم تفعليه تكوني مطلقة، لا يحللك ولا يحرمك شيخ. ومضى على ذلك مدة، وربما تنسى وتخالف ذلك، فرأي الشرع في هذا اليمين هل وقع به طلاق؟ هذا طلاق معلق يرجع فيه إلى النية، فإن كانت نيته التهديد لا يقع طلاق وفيه كفارة يمين، أما إن كانت نيته الطلاق فقد وقع طلاق على ما هو المعمول به في محاكم مصر، والله أعلم.